بلبنان في فساد كتير، ويمكن أكتر شي بيعانوا من الفساد هن الناس الأوادم يلي بعد عندن أمل إنن يبنوا وطن لألن ولولادن، يعني مواطني الدولة مش المواطنين اللبنانية. هوليك مرتبين أمورن ومشاركين الفساد وماشي حالن. بس من أكتر مظاهر الفساد الموجودة بالبلد إنه عنا وزارة لمكافحة الفساد، لأنه بكل بساطة في كتير لبنانيين مش سامعين فيها. يعني انه من انجازات الوزارة، يعني اذا نحنا مش حاسين انه عنا فساد وعم نرجع لورا، يعني بوجود وزارة لمكافحة الفساد. بس بالحقيقة انه مسكين هالوزير، يعني بتحس انه شو بده يعمل، بياكلوه انه بدروح يحارب اللي عم يعمل الفساد؟ مين ان اللي عم يعمل الفساد؟ ما هن اللي مستلمين السلطة، شو بده يعمل معهم؟ انه بيروح لعندهم بيقول له ليك اذا بعد بتسرق بزعل منك. وقت اللي بيختلفوا مع بعضهم وبيفضحوا بعضهم على التلفزيون شو بيروح يقول لهم؟ يعني بيقول لهم بعدك عم تعمل فساد، يعني بشوم عليك. شوف انا بنصحك شو تعمل، اذا عن جد بدك تحارب الفساد جمع كل هالمعلومات اللي عندك، كل الفضائح يعني موثقة مزبوط كلنا بنعرفها، يعني وين ما كان في تلاقيها في الحالة، وعمول فيلم فيديو مثل هيدا اللي هلا انا عم بعمله. بس قبل بدك تحضر فيزا لتهاجر على محل، ما تقول لحدا، ما تقول لوين يعني، وبس تفل من هون بتنشره من هون، هيك بيكون مش الحال. بس هلا انه مبسوط انه صرت وزير وبعتوا لك معالي الوزير، مش هذا هو المطلوب. لانه ليك بدك تعرف شغله، اللي بياخد مصاري حق عمل معين بده يعمله، يا اما بيعمله او بيكون فاسد. هذا الفيلم أكيد ما له حل مشكلة الفساد، بس على القليلة ضميرك بيرتاح لأنك قبضت مصاري واشتغلت شغل. بعدين الناس يلي عم يرجعوا ينتخبوا نفس الأشخاص ويكرروا نفس الفساد ويخترعوا الدولاب من جديد كل يوم، هول لربما بيوعى شوي ضميرهم ويكذبوا كذبة من ذهب ويقولوا للفاسدين رح ننتخبكم وجوا يغيروا ويرجعوا، لأنه هذه كذبة منيحة، بركي بيوعوا وبيعملوا هيك. أما أنت يا معالي الوزير أو اللي بده يجي من بعدك بنفس المركز، إذا ما بيعمل هيك وبيحقق لنا شيء نحس فيه، هاي بتتحول الوزارة من وزارة مكافحة الفساد لوزارة الفساد.